يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في تاسع حلقة لنا من دورتنا اللي بنعمل فيها موقع باستخدام الرئة. حلقتنا لليوم راح نيجي نعمل اللوج إن بيج ونشبكها مع الـ API ونحفظ المعلومات اللي جاياتنا من الـ API. تمام، نيجي على الكود تبعنا. أول إشي إحنا عملنا ساين أب بيج. خلينا نيجي أي مكان تحت، مثلا بعد إنشاء حساب بدي أعمل لينك. لو جينا هان عملت import link from react router dom. تمام، احنا استعملناها هان يعني حتى نعرف هي نفس. نيجي تحت نحط ايش link، اعمل to، خلينا نجيب السكرينز حتى نقدر نروح لما بدنا. ايش باجي بعمل كمان؟ هذول خليهم ورا بعض وهذول ورا بعض، هذا بتحطه فوق. تيجي هام تعمل ايش؟ import screens from global constant. بعدين screens نحطه screens dot sign up screen. تيجي تعمل هان اللي هو ايش؟ لديك حساب مثلا، قم بتسجيل الدخول، نعمل alt shift f، نعمل حفظ. هيك صار بوديني على ال sign in. لو جينا نسخنا الكومبوننت كامل زي ما هو كوبي، اخذناه على الساين ان سكرين، عملنا بيست، نيجي فوق ونخلي هاي ساين اب. تشيل هذا كله، هي هاي فعليا مكتوب في بتخليها ساين ان، قصدي اي ان. تمام، نكمل عندنا احنا. بالنسبة للساين ان، لو جينا فتحنا على الموقع، جيت على الاوثنتيكيشن على اللوج ان، تلاحظ انه بده فقط ثنتين، يوزر نيم اور ايميل. فخليني نجي نحطها، الاولى يوزر نيم اور ايميل، ست يوزر نيم اور ايميل، طبعا يوزر كابيتال، وعندك ايش؟ الباسورد. فبتحذف الباقي، نيجي بنعمل خليها زي ما هي، سنرجع لها. تيجي ها عند الايرور مسج، خليها هاي بتسميها ايش؟ يوزر نيم اور يوزر نيم اور ايميل. هاي بتحط اسم المستخدم، هنخليها هيك انه بقدر يفوت اللي بده اياه. يوزر نيم اور ايميل و ست يوزر نيم اور ايميل. خلينا نخفي الماب. اوكي، تيجي هسه هاي ما بدنا اياها، بدنا الباسورد، خليها زي ما هي. هاي ما بدنا اياها، هاي بتعمل تسجيل دخول. هاي بتوديك وين؟ هاي بتودي على الساين اب، هاي بتودي على الساين ان. يعني حتى انا ساين اب، احنا بنروح على الساين ان. تمام، تعمل حفظ، بتيجي على الساين ان بتغيرها اللي هو ايه؟ مستخدم جديد، بتحطها مثلا قم بانشاء حسابك، نعمل حفظ. فنيجي هان بدي اضيف انا الراوت اول اشي، فباجي على الـ API routes او routes. تيجي هان تعمل واحدة ثانية اللي هي مثلا sign in، تأخذ من API URL زائد، تعمل API authentication، تحط آخر إشي إيش؟ log in، تعمل فاصلة. هاي أوكي، طبعا بدنا نغير هاد، خلينا نحط الرابط تبعنا لأن الموقع شغال حاليا. هاي كوبي نحطه بدأ كامل بداله. أوكي، هاي حفظ. تيجي هسه على ال sign in، خلينا نكمل ال هان. أول إشي ما في عندي باسورد أفحصها، ممكن احنا نفحص اذا في اشي فاضي، بس مبدئيا ما بدنا نفحص. فبعمل ساين اب ساين ان، بدي ياخذ يوزر نيم اور باسورد او يوزر نيم اور ايميل مع الباسورد، وفي حال عندي ايرور
يظهر لي إياهم. ممكن نعمل else، أو إحنا عادة بنعمل data.success يعمل إشي إذا لا يعطيني errors. بغض النظر بنعمل else، else يعني ما في عندي errors. شو بعمل؟ أول إشي بدي أحفظ المعلومات اللي جابها، أو إيش اللي أشوف، أول إشي إيش المعلومات اللي بجيبها. هاي المعلومات اللي بتجيني، نحفظ التوكن مبدئيا، واليوزر اي دي راح نضيفهم احنا، بدنا اليوزر نيم كمان، فبنحفظ الاشياء هاي يعني. او مبدئيا خلينا نحفظ فقط هذول التوكن واليوزر اي دي. شو باجي بعمل؟ بعمل لوكال ستورج دوت سيت ايتم، تعطيه اسم، هاي بدي اسميه توكن، والقيمة تاعتها ايش راح تكون؟ راح تكون داتا دوت ريسبونس دوت توكن. بحط داتا دوت ريسبونس دوت توكن. هنعمل نفس الاشي لايش؟ لليوزر اي دي، داتا دوت ريسبونس ليوزر اي دي. تمام. طبعا احنا المفروض نعمل كمان ريدايركشن. حتى نستعمل الريدايركت بنحتاج اول اشي ستيت، كونستانت ريدايركت سيت redirect equal use state، نعملها ايش؟ false. بنجيب اول شيء من هان اللي هي redirect، وباجي على البودي تبع ال، احنا بنخليها فاضية empty، انه في حال اعطيناها رابط يعمل redirect له. فبتعمل if redirect، تعمل return، تعمل redirect to، بنمرر له redirect. فهيك إذا أعطيت أي قيمة لل redirect السريع راح يعمل إيش؟ تحديث لل state، وراح يعمل لي إيش؟ يجي على هاي وبيعمل اللي هو ريدايركت للمكان اللي احنا طالبينه. فاحنا بعد الهاي بدنا اياه يعمل ريدايركت مثلا للتايم لاين مثلا. شو بنعمل؟ بعمل set redirect وبعطيه screens dot مثلا التايم لاين سكرين، او تايم لاين راوتر، ما بفرق كثير. نعمل حفظ، خلينا نجرب في حال يعني عملنا تسجيل شو اللي بصير. خلينا نعمل npm start. تمام. نعمل اول اشي انشاء حساب. خلينا نعمل مستخدم، هاي علي، علي gmail.com. طبعا احنا غيرنا ورحنا على الموقع، فطبعا مش راح يعطيني ايرور. كلمة المرور هاي 123 123 123، وتأكيد 123 123 123. نعمل انشاء حساب، ما اعطاني ايرورز، فالمفروض ان اموره تمام. احنا ما عملناش ريدايركت لهاي، لازم نعملها كمان هاي ريدايركت لايش؟ للساين ان بيج. انما طالما ما اعطانيش ايرورز المفروض اموره تمام. لو عملت بيك حساب، جيت هان حطيت علي، حطيت كلمة المرور 123 123 123، عملت تسجيل دخول، نلاحظ انه وداني على التايم لاين وعملت تسجيل دخول. لو كبست اف 12 نروح على تمام، بنروح على الابليكيشن على local storage. لو فتحناها بتلاحظ انه عندي اليوزر اي دي هي محفوظ، وعندي التوكن هاي محفوظة هون. تمام. طبعا على تسجيل الخروج بدنا نحذفهم. هسه بنشوف كيف. في عندك هو local storage، في عندك session storage. ممكن احنا كمان نستفيد من session storage، بس مبدئيا بدنا local storage، هذول نخليه يعني لمدة اطول. خلينا اول شي نجي هسه عند التعديلات. لو جينا على تسجيل الخروج خلينا نظبط، اول اشي نعمل لها redirect. لو جيت على sign up، لو جينا هان عملت constant redirect set redirect equal use state، اوكي انا باي ديفولت فاضية. نيجي على ال react router dom، نختار منه اللي هو redirect. اوكي انا شو بنعمل؟ نعمل قبل هاي if redirect return
redirect تعمل to تساوي اللي هو ايش ال redirect. تمام. بنيجي هان هسه اذا ما في errors اذا عملنا else يعني ايش سجل دخول او عمل حساب بنجاح، بتعمل set redirect ل اللي هو screens dot sign in screens screen. تمام. هسه الشغلة الثانية انه بدنا نعمل زي يعني انتم شايفين كيف هاي كيف طالعة، بدنا نعملها زي لاي اوت او اشي بيحمل كونتينر يعني. تمام. اجينا على هذول راح نجي تعمل لهم زي رابر، فشو بجي بعمل div، هذول كلهم بدنا نحطهم جوا الديف. Alt Shift F بعطي class name يساوي مثلا ايش container، نعمل حفظ، باخذ الكلاس نيم نروح على ال index.css، اجي هان بعمل الكونتينر بدي احط لها مثلا ماكسيمم مودث 60%، مارجن اوتو ديتها مثلا الكلر او هو باك جراوند كلر. مبدئيا خلينا ناخذ لون موجود بعدين بنغيره. عملت حفظ، خلينا نشوف شو صار عندي هان. لو جيت اتفرج على الكونتينر كأنه في عنا كلاس اسمه كونتينر، فلو عملت مثلا authentication container auth container، جيت على sign up عملت auth، عملنا حفظ، نعمل هاي حفظ، لاحظ انه اختلف هذا اللي بدنا اياه. في احنا مكان ثاني عملنا فيه لحظة اهو الاب دوت سي اس مش هان، خلينا ناخذ هاي انه نخلي كودنا يكون موجود في مكان واحد. طبعا هاي ما بدنا اياها حاليا، وبدنا الدايركشن ار تي ال بس هسه راح ناخذه هان يعني. هاي ما بدنا اياها، حكينا حفظ نطلع منها، نجي على ساين ان سكرين او ساين اب سكرين، تيجي هان بدك تحط له كمان ايش ار تي ال، فبتلاحظ انه ايش صار عندي هذول زبطوا. خلينا احنا ما بدنا لهالدرجة نصغرها، فلو رحت على الاب دوت سي اس ففي 60% ماكسيمم مدث، نعمل حفظ، حلو، بدك تعطيه بادنج 40 بكسل من كل جهة، ارتب، تمام، الاين تكست لا الرايت، تمام. طبعا اللون نغيره، شوف شو في الوان ثانية عندي. بدنا اياه احنا تقريبا ابيض بس شوية اغمق بشوي، يعني حفظ، تمام. يعني الماكسيمم ويدث لو حكينا بدي مارجن توب، بعد هاي مارجن توب اللي هي يكون مثلا عند 20 بكسل 100%، كمان نفس الاشي للداون الت شيفت بوتوم مارجن بوتوم، تمام. خلينا نيجي على اللينك نفسه، لو جيت انا عملت دوت اي تي مثلا نافيجيشن لينكس نسميهم، وطبعا في للبوتستراب بس الصراحة مش حافظهم كلهم يعني. فلو جينا حكيت اول اشي تكست ستايل او تكست ديكوريشن، نعمل نال تكست كلر او هو كلر هات تكون، راح نخليه بلاك او خليه ازرق، خليه ازرق. طيب لو جيت حطيتها على الساين ساين اب، لو جيت على اللينك تحت لو عملت class name يساوي
سميناها نافيجيشن، أتذكر شو سميناها، نافيجيشن لينك. نعم الحفظ. أيوة نفس اللون، بس بطل تحتي خط، بدي أضيف له بادينج أنا، هذا اللي هو الأهم. نعم البادينج 20 بكسل. تمام. هسا في شغلة أخيرة، ها بدنا نعمل إحنا بوردر، بوردر راديوس خليه 5 بكسل. تمام، هي أرتب شوي صارت. طيب خلينا هسا نطبق هذا كلاي اوت ونحطه للكومبوننت. فشو باجي بعمل؟ باجي على الكومبوننت، او قصدي بحطه للسكرينز، فباجي للكومبوننت بعمل نيو فايل بسميه مثلا اي يو تي اتش اوثنتيكيشن لاي اوت دوت جي اس. تمام، فباجي على الساين ان، بدي اخذ الديف اللي عمل، او على الساين اب بدي اخذ الديف اللي عملتها، هنعمل لها كنترول سي على الاوثنتيكيشن لاي اوت. لو اخذنا اي واحد ثاني مثلا البودي كنترول سي بنحطه جوا، تحوله لايش؟ اي يو تي اتش لاي اوت. بدنا نشيل هاي، بدي اعمل ديف وبدي احط له كلاس نيم، شو اسمه كان اللي هو يساوي، كان عندي لو جينا على ساين اب واخذنا هاي كنترول سي حطها هون، الت شيفت اف جواتها بدي امرر بروبس، بدي احطها عن ايش؟ بروبس دوت شيلدرن. تمام، تيجي هسه ساين اب نلغيه، نلغيه من تحت، وبنروح بدي اروح على الراوتر، اروح على الاوثنتيكيشن راوتر، باجي هان بعمل امبورت، امبورت للاي اوت اي يو تي اتش لاي اوت فروم، تعمل كومبوننت. احنا رجعنا واحدة بدون ما نرجع، هي نرجع واحدة تلاقي كومبوننت بعديها ايش؟ اوثنتيكيشن لاي اوت. تيجي هذا كله بدل ما انت عامل له ديف تعمل له ايش؟ اوثنتيكيشن لاي اوت. تعمل حفظ، يعني ايرورز، خلينا نشوف ما في ايرورز. لو رجعنا هي نفس الاشي، عملنا تسجيل او تسجيل دخول لقى انه نفس اللي اوت اخذت، امورها تمام. تمام، خلينا نعمل هاي فقط اخر اشي. لو جيت على هاي اخذت الكلاس نيم، هاي كنترول سي، لو رحت على ساين ان سكرين حطيناها تحت، نعمل حفظ، هاي ارتب شوي امورها 100%. تمام، هذا بالنسبة لتسجيل الدخول وكيف نحفظ المعلومات تاعتنا تاعت التوكن على اللوكال ستورج حتى نقدر نستعملها في الكولز بعدين، يعني انه هسه الكولز اللي لجوا الصفحة الرئيسية والغرف هاي كلها بتحتاج ايش؟ التوكن، فحتى نحفظها ونقدر نستعملها بالزمني انه اكون حاطها عندي في اللوكال ستورج. وهذا بالنسبة لحلقتنا لليوم، ان شاء الله نكون استفدنا، يعطيكم العافية وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية.